سالم ثابوتي مترشح على عماد صعيد الشمالية، معتمد عليه من خريجي التعليم العالي. ترقيم الطريق الرابطة بين الأعلام أكثر، توفير نيابة أعلاف، تعبيد مسالك الفلاحية، حفر آبار عميقة، تشجيع الشباب ومشاريع صغرى، نحب نقول لجميع السكان اللي هذا استحقاق وطني هام يفتح آفاق جديدة. وكيف ما نعرفوا اللي المنطقة متاعنا محرومة في جميع القطاعات وأهمها الفلاحة، لخاطر الفلاحة هي اللي تحقق الثروة وتحرك آلة التنمية المعطلة. وزيد كيف ما نعرفوا المنطقة والجهة متاعنا معزول على جميع الجهات، نحبوا الرقم والطريق الرابطة بين الأعلى أكثر. ومن المنبر هذا نحب ندعي جميع الناخبين للإقبال على صناديق الاختراع لاختيار المترشح القادر على تحمل المسؤولية وعلى خدمة القضايا الحقيقية للجهة، وفي مقدمتها قضية الفلاحة اللي تعتبر مصدر رزق نسبة كبيرة من عدد السكان.